مسير إلى الأمام، متدازل. نجومنا ليست في السماء، إنما هي على أكتاف خريجين مسؤولية يحملونها أينما وجدوا. لهذا قلنا لكم فليشهد التاريخ بأننا أول من سبق الأحلام. فلقد أنعم الله علينا بقائد رؤيته كالشعب في سماء التطوير والابتكار، لمعان فكره يضيء سماء مدينتنا لتلهم من فيها بأحلام هو الذي جعلنا نؤمن بها لتصبح حقيقة. فلو تكلمت حبات الرمل في صحرائنا لنطقت فخراً
بمجد مؤسسي وطننا العظيم. المستقبل هو شباب هذا الوطن، إنهم رافعو راية وبناة اقتصاد وعماد مقومات، وهم الذين سيواجهون تلك التحديات على أرض الواقع. اختار فريق عمل تملأه الحماسة والكفاءات في كافة المجالات، يجتاز كل الصعوبات، ويمشي عكس التيار كي يصل إلى الهدف بجدارة. أسهم في خدمة هذه الأرض الطيبة، فنحن عائلة لا يهدها التعب. معكم أنجزنا وسننجز الكثير. تحية من الوصل التي اجتمع العالم تحت رايتها، فهي كانت وستبقى رمزاً للإنسانية والعيش المشترك، ومعقلاً لحفظ الأمن والأمان، حاملين سلاماً في قلوبنا، يشع من ساحة الوصل فخر إنجازاتنا إلى ساحات الدنيا.